بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغايين حبايبي المتابعين، الجمعة أذكر الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي الجمعة جمع الله شملكم ويا من تحبون إن شاء الله في يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من الصلاة عليه. الجمعة الله يجمع، الله يجمع شملكم ويا أصحابكم وأحبابكم أموالكم وأبواتكم وأخوانكم وكل من له حقا عليكم ولكم حقا عليه. الله يصحح لكم وبالكم ويستر على أولادكم وأعراضكم ويشفي إن شاء الله أمراضكم ويغفر لأمواتكم، قولوا آمين. أعزائي الغايين المتابعين، أخوكم خالد حرية اليوم طبعا أحبت أسولف وياكم ودردش وياكم ونشوف كنا طبخة عندي طبختين اليوم. اليوم عادة عندنا مفاجأة حلوة وجميلة وسارة، عيشوا الجو يعني. ما بحرق الفيلم، أنا بتكلم عن الطبيخ، منو اللي بيّن منو بيصير بعدين إن شاء الله بتشوفهم بعينكم. الغالين حبايبي طبعا اليوم عندي طبختين، طبخة المشوي بطريقتي الخاصة بحشوتي الخاصة والحشو الأولية طبعا. وعندي فوقه، حد يسمي فوقه، حد يسمي مشبوس، حد يسمي قبولي، والكل لا طبعا مسمية. المهم والعيش واللحم العادي المعتاد، ونعيش الجو يا بعض، وكلكم طبابيخ وكلكم تعرفون وكلكم ما عليكم زود، لكن نحبين كلمة كما تعودنا وياكم ما نسوي شيء يوم الجمعة إلا نعيش الجو ويا بعض. فخلكم بعد شوية إن شاء الله. اهلا بالغالين، صبحكم الله بالخير والنور والسعاده واسعد الله يومكم. المشوي الغوزي طبعا تكون ذبيحه كامله، هذا لحمنا اليوم طويل العمر، وهاي ذبيحتنا الراهيه مقدمه هديه من عند احد الاخوه من الشارجه بدون ذكر اسم، قال لا تذكرون اسمي ان في عازمين ناس، وقال الذبايح علي يا ذبيحتي طول الله عمرك وبارك الله في حياته، لكن للاسف ما يرضى ان احنا نقول اسمه لله، ما يحب الشهرة والفشرة والكلام. ما ينعم في ناس كذا، في ناس يقول أنا بعطيك بس أتكلم ولا تقول مبلغ ما له داعي، المغني رب العالمين، فقلت فلان ما فلان شو الفائدة. المهم خلكم ويانا هذا المشوي، شفتوه بالطريقة هذه. أولا انتبهوا، الاحتياط واجب عشان واحد يتمخمخ وياي. الملح فوق الملح، الكركم والملح، خلط ملط خلط ملط ملط خلط ملط ملط خلط ملط ملط، ونذر على وينه يبنى إلى الذبيحة، يبنى إلى الذبيحة. شفتوا طبعا لا كلفس ولا ملفس، شوفوا فرق تفريق التقليدي العهد. ملح، انتبهوا الشبيب اللي بسيرون الرحله اي ايام مش تلحين رحلات شرق وغرب دوله الامارات الله يعزها. شوفوا ملحناها وكركمناها، وخذها الحين الراس والكبد، حد يحطيه في بطنه وحد يشيله يخليه برا، لان اذا دش الراس والكبد في البطن ضيعت مكان الحشو. الاحسن اني انا اطلعها. نعم عطني سكين، اي بسكين انا احسن اخذ، لان الحشوه فيها نوخه، اما الراس المتن والكبده تاخذ مكان، فيوم تدور الحشو ما تلقاه، تمخمخوا الشبيبه وراكم رحلات الشتاء ايام شتويه. حريه كيف سوى المشوي؟ بسيط، الكركم والملح وكله عشان خاطر عيونكم الغاليين. هاي منافعي احنا نخليه نص ساعة وبعدين بنغسل عشان الدم يظهر منه، احنا برجع الى شو بجهز الحشوة. يلا مع السلامة وسهلا. ردينا الى الحشوة، في ناس تقلي الحشوة وتحمر البصل اوكي ما اختلفنا، لكن لا انا اوقات في
لما يكون الحشو القديم الأولية لا تكون البصل عادي، لأن بيجي البصل ويا حشوته الأول، ما تكون حشوة أول نحشيها مكس ويا العيش. والطريقة شوفوا بسيطة، طب عطنا العيش، هذا العيش ما مودن بس يابس، هذا العيش عيش يابس. خلكم ويا أخوكم اللي يحبكم اللي يعزكم اللي يودكم حري، هذا العيش. البصل بالطريقة هاي مشقعة صغار ما بلقى، هذا ردينا فوق البصل شفتوا تعال شفتوا هذا العيش والبصل، ردينا البطاط ما بمقلاي عادي البطاط، ردينا على شو شو الزبيب اللومي الأسود الكركم الابزار فلفل الأسود، هذا لا هذا السمك ما يدخل في الموضوع، عطني دهن وعطني جرفة، هذه جرفة جرفة طيه طبعا شوية بعد ما وايد ملح ضرد عليه شوية عشان يفتش بيدي ولا بالملاس بالملاس ولا بيدي بلا بيدي. شوف الحشوة كيف صارت طالع، الحشوة الأولية ركز على الحشوة بوي هو هذا الحشوة الأولية. نرجع تقولون ليش كل يابس ما مطبوخ البطاط ما مقلاي البصل ما محمر، لأنه بياخذ ساعتين ثلاث ساعات في بطن الذبيحة بيحصل الحرارة كافية والبهارات مبهرة، يعني بيلين وبيطبخ وهو في المطبخ، أي مطبخ مطبخ الذبيحة داخل ببطنه. نعم تقولون لي الكلفس موضوع هذا الكلفس ما كلفس، إذا كنت بتطبخ لزباين لناس برع احنا ملزمين، لكن اذا اني انا وعازم ربعي وربعي انا ما يحبون الكلفس، وانا ما داني بعد شويه الكلفس مسعود، فتحس بالطبيعه اما حياتنا ويداتنا والدنيا والطبابي طبخوا الجعدان طبخوا الثيران وطبخوا الدنيا كل اللي بسوا كلفس، هذا كلفس دخيل علينا نحن. المهم كل واحد مزاجه وراحته، فهو زين لكن شوي يأخرك في العمل ويعطلك في العمل. يا مسعود كلامي عدل؟ وما فائدة الكلفس للإنسان؟ شو نصح؟ أقولك ما فائدة الكلفس للإنسان؟ هذا أصلاً ها؟ هذا أصلاً كيف يعني؟ يعني هذا هنا في كيميكال هنا أصلاً شوف حتى مسعود شفتوا هذا أول ما عمركم الحشو ايه ذبيحة محشاية صور حشو ايه محشاية بالطريقة هذه، ما يحتاج بعد العيش حشو خلاص حشو في الذبيحة. نحن نعطيكم اول باول حرية خدمات تطوعية من غير انانية، اكلات شعبية حق عيون متابعين الغالين. ان حصل لكم الخير خير وبركه، ما حصل خير انا كالعاده غوص النخب سكر ايه نعم.
هذا عندي فوس النخر السكين اول اضربهم بالطرفين وثبت السكين للذبيحه ايه ان هالخوص مشكله ثبت تطلع الفوصه ويا السكين طلعت الفوصه الحين اسحب السكين بعد اول مني شفتوا شيء حرية ابتكارات طلعات انا احب الناس اللي يقلدوني بعض وايدين يسوون قاعد راسي اربط راس الخوصه اربط راس الخوصه ما تبطل وفي ناس بعد سووا يخصوا ايه انا احب الكلام وفي ناس انا احب اللي يقلدني بعد ما غار ايه في ناس سوينا بالخوصه انزل تعلموا انا احب ابغيكم تتعلمون انا حري من غير انا هنا ربطناها بخوص النخر ما رو ما غني واتكلم عن خوص النخر ان اليوم الجمعة حاولوا اول بول حبايبي الغالين قالوا كل من يوم نجر ما تم بالوادي شجر قلنا لهم الجذور يبيعونها في السوق لكن حمد النفس بتاع في السوق النفس الطب صلوا على النبي محمد اذكروا الله جل جلال اللي يمعف يلا عطني يلا هاي عدل عدل ايه يا مسعود تشفت ذبيح تشويه زين ونحطيه وين شفتناها الحين خلاص بس 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 شفتت بس خلع عطش وصلنا الى هون على ما يقولون الحين عاد شوفوا من الناحيه الثانيه الزعفران اخر اللعبه لا يقولون الزعفران بدايه لا انا عندي زعفران المستمعين المشاهدين بدايه وياكم اذكروا الله الجمعه وصلوا على الحبيب محمد وزيدوا من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجربه هاي شو الجرفة الناعمة الفلفل الأسود البزار شوي الهيل أهم شيء شو الهيل شفتوا الطريقة هاي اخوكم خالد حري الحين الامر شو انتبهوا 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 انتبه انتبه حط ايديك شوف فركناها العروس فركت العروس العروس وفركناها مغواها صورها وحليله صورها العروسة وردينا وجلبناها لما نجلبها بعد نفس الشيء توقع الجرفة الفلفل الاسود الفلفل الاسود البزار البزار الهيل فرقناها هاي العروستنا ما نقدر نغني اليوم الجمعة طبعا ولا في أغاني وايد على العروسة هاي لكن لا شفتوها فرقت شرقا
وغربا وشمالا وجنوبا. شفتوها؟ ننقله الى يا مسعود. شل الذبيحه. بسم الله. لا شلها بالصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل الى موقع الذبيحه. خلكم ويا خالد حريه اللي يطبخ الذبيحه بالعافيه وسهلا. انتوا وياي ولا لا؟ متمخمخين؟ هذا الجدر خاص للغوصي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذنا ذبيحتنا والعروسه يا ريس ناصيري. سيري رعاك الله يا ريس ناصيري. سيري بحفظ الله. ريس ناصيري جمع مار ما غني. حطيناها وحليله. عطني واغلق الباب على العروس وعطني النار. بسم الله الله ان شاء الله النار تطيح في عين العدو اللي ميدانينا واللي يحسدنا واللي يبغضنا. قولوا امين. ومتابعيني اي واحد بعد يحسد متابعيني ويبغضهم رد الله كيده من حره. قولوا امين. الجمعه الرحمن الرحيم. ولعنا النار. الله يبعدكم ان شاء الله ويبعدنا عن النار. الله يبعدكم ويرنا عن النار. قولوا امين. خلصنا الغوصي المشوي. نرجع الى الفوقه. نرجع الى وين؟ الفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الى هذا الجدر. وين الغاز؟ نرجع الى الفوق. عزيمه احد بيون. بشوف بعدين من بيون. ما بنسبق الاحداث. بالعافيه على خلان اللي يزورونا ويونا. ما يونا يعاني ايون حبا فينا. اللي ودك يك. نعم عفوا. ودي هلا عمي. هلا والله. كيف حالكم؟ طول اعماركم. الحين اعطوني فاصل صغيروني وبرجع لكم حق العيش الشابس اول فوق اول قبولي. وأسعد الله مساكم. ما أظن عليكم ما تهونون علي. عيشوا الجو وياي وعيش الجو وياكم. ما صبر عنكم ولا تصبرون عني. أنتوا أصبحتوا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يا مرحبا. يوم تسوون حرية خالد وينك ما ظهرت؟ والله تسوون عودة عني. في ناس تسأل عني. هنا أنتوا الطلان وأنتوا الأحبة. فاصل وبرجع لكم. افتح الجدر. حق علينا. تعرف الحق؟ بسم الله. حق ان الراس ما تحطني. ايه هذا نفرض زعلان. الراس للراس واللي بين من الراس كم الراس. ايه هذا الراس. نعم هاي استوى بعد. ايه الراس للراس. يلا غطي غطي. تعال شيل هذا يا ود. شيل شيل اللحم. رجعنا الى الفوق. اللي يطبخ عشان احصل لي فرصه اصلي وارجع. اي نعم. اللحم طبعا والماء عادي فيطبخ على راحته الحين. يا هو شحم شو اي هذا يوم بدك الذبيحه. نعم هذا اللحم يا طويل العمر. وهذا بعد راسه. شكرا شكرا يا هالشارجه الريال النور غالي حمدان مشكور. طول الله عمره. ما بكمل الاسم عشان بعد ما يدوم. اي بس ايش اليوم وهي ريحة الدخان يعيبني. استانس اعيش الجو وابغى اعيش حبايبي بعد الجو. طبعا من البداير هاي طبعا مركبة حرية الفضائية الكراكية. نرجع الى جدر الغوزي. والجدر العقبولي فوقه والبهارات. شفتوا الحين بنرجع الى شو عاد؟ برجع الى خلطة القبولي وخلاص. لين عقب ان شاء الله تدرب علي مع صلاة
وغيره وهذا بنغير مسيرة نصلي وبنكمل إن شاء الله وياكم المشوار صح ولا لا؟ أبالي شاي حمر الحين بطل راسي وعقب خلكم وياي شوية. أعد الراسي استراحة محارب. هي طبق لازم شيء بعد يعد الراس شويونه ونرجع إلى ماي الورد حق الغوزي والعود هذا مرة بعد هيك هذا ماي الورد الله وهذا الزعفران شو تقول شو زين زين أجهز الزعفران الحين إيش دوك طالع طالع صور 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 دوك صور الملشقة طالع شوف الماء شوف شوف هي زين زين طالع بذمتكم صحيح أنا ما أمدح الشيء إلا الصح يا حينة يا طويل العمر حشوة المجبوس القبوري بعد نص ساعة الطريقة الأولية أنا عيبني حد يحمس ويقضي لا أنا لا هذا البصل وين الثوم أعطني ثوم هذا إيه ليش الغوزي ثوم ما يباله الثوم البصل قصبة وين رومي الأسود إيه كل شيء عطوا شغلة ما في تخلط يلا عطني بزار زيادة ما بكفيني ما بكفيها جيب لي بزار جيب لي بزار كل شيء تعال عطني بزار يابس هذا البزار اليابس هيه ما يصير بعد بدون بزار يابس لا صوره شو هيه هذا البزار اليابس أهم شيء بعد هيه بدون بزار يابس ما بيجوز ودهن حرية ومسعود نعم أبوه واويلا عدل فوق العدل يود يود صور صور عطني ملاس عاد الحين بقلب بالملاس عطني ملاس صير والملح بعد بملحه مره واحده لا ما عليك ما عليكم وايد لا ابو وايد تمدح العين الشغل كل واحد عنده شغله والجدور ما شاء الله طبختي جدمت في الطباخ ليش عشان بتني اتغدى بوقت باي من الصلاه باي ستطبخ لا كويس من الصلاه يعنس وخلكم والحين يا عمومتي الغالينا هذا للبول وين بزار ما يعرف وينه وين بزار عطني بزار عطني بزار بعد ما احب يكون مشبوس وايد لا بس هذا حد شو هاي ايش قاعد الحين جهزته عشان تشرب ايه اسمعوا قبل نص ساعة أنا عيفت عقب الحكم إيه الحين أنا جهزت لأن وقت الصلاة خلاص عقب ما بعصلي فرصة عطني هاي الحين إيه. شغلي جاهز وإن شاء الله فاصلا وبعد الصلاة سوف أرجع لكم شلوا هذا كله ما احتاج خلوا الزعفران عطني زعفران ما بسو وعقب لا تشرب بصل واللوم وكل شيء بهاراته وعقب شل الرغوة ويفصل اللحم عن العظم عن اللحم اللحم قصدي شوفوا صور زعفران هذا زعفران افتح لي الجدر مسعود بعطي الحين بعطي الزعفران اخر لعبه ابوه طالع ما شاء الله والصلاه على رسول الله هي الحين الحين يباله نعم الحين والراس بعد والراس للراس اعطينا زعفران اخر اللعبه مش اول لا بس هذا مشكور يا حمدان على الذبيحه الغاويه
يلا سكر الجدر، سكر الجدر. عطني هذا، تعال عطني الحين، عطني عطني افتح، عطني عطني الملح. هاي هذا بارد اللحم، اللحم يطبخ يطبخ. عطني عطني شنو الباس؟ شفتوا هذه حشوة اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بحرناه الحين، عاد بندخل اللحم بدايرين. خلاص ده بدايرين اللحم، خلي يشرب وبهار. ايه خلاص، وعلى راحتك مستعين عليك مرة. يلا قط الجدر. ايه ونحن ياكم اول باول، جدر بجدر، من لاس من لاس، صينية ابو صينية. يا متابعين حرية، الساعة المباركة. اسعد الله مساءكم وتقبل الله طاعتكم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه مال الطبيخ. اي نعم، كل شيء كل شيء لشيء. ايه شو تقول انت؟ نعم ادري. لا خير، المهم بنصير نزوره. منو عاد بنزوره؟ منو بنزور الجدر؟ ما يخلونه بعد كذا، لا يطالعونه شو يبقى شو ما يبقى. لا اللحم، لا اللحم. ايه اول باول بنشوف عاد الحين. هذا تعال الله بس تعال. ايه اوكي مره شوفوا طلع العظم، يعني اوكي خلاص اطلع اللحم. ايه هذا اوكي. وهني بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هذا يعني حطوا راس الملاس، الملاس بسم الله. روح روح، يعني اسحب الضوء خلاص. صورت صور هذا، شحب صورني انا الله. انا هاي ذبيحه خلصت، اسحب النار هني، اسحب النار وهني اطلع اللحم. خلاص هنطلع اللحم، شوفوا بس طلع اللحم. يلا طلع اللحم واسحب نار دو. خلاص هم يسوون الضوء دو دو انقل هيتورا بس. يا ابو يبو العيش طلعنا. ايه برا 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 برا. هذا بالغالين، هذا نظر عين. شفت اللحم يطبخ الحين الحين طباخ الضوء، والحطب وخاص الحطب السمر غير. خلصنا الغاط والأهواء، هذا ردينا عليه اليوم الفوق عشان انه يحمر اللحم. يخلوني يظهري مرة لا. الشحام وياه الراس. ايه حب عليك تدور راس. هذا خلصنا اللحم، انا اول باول وياه. هذا المياه قود، عطني عطني الملاس. شفتوا كل شيء بقياس، يوم تطبخه دق الملاس، دقيت الملاس طوح العيش. عقل عيش، عقل عقل عقل. بسم الله الرحمن الرحيم. عقل دق 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 ما ابوي انا دق دق عاد انا. ايه الحين الحين يلا غطي العيش، لحف العيش
وزي قباله صاروطي لعب انه ايه غط 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 يلا يا ابوي يلا شوف الذبيحة شوف اللي حشع حشع هاي شو الذبيحة يلا عمي مرحبا ابوي هذا بالعب كيف حالك الساعة المباركة حبتك العافية بعده قبل ما غط الجدر عشان استشعر بشاب ارتاحة جباله شو جباله عطني شوي ملح ايه جايز ما بغطه وروح لا الحين خلي الجدر يطبخ على راح لحم غط الجدر خلاص هذا ولحمنا جاهز وضيوفنا بعد بيونا الحين ابى اشوفهم ان شاء الله احب ادردش وياكم اعيشكم الجو كنا شويه بعض تحت مظله الطباخ الشعبي الطباخ اخوكم خالد حريه تريوني برجع باسل مع الرجال ويانا للجدر نرجع لعادي بسم الله الرحمن الرحيم عليك بالجدر ابو وقت شو عاحد هذا الجدر الحين اسحب النار اسحب الضوء اللي هي حاميته وخلي الضوء العادي دي. هذا اسحب هذا واسحب اسحب النار هاي خلاص الحين افرش تحته خله على راحتك خلاص بس الحين خله هو شوي بعد وبنرجع له ايه هذا لازم تزوره هي وخلكم ويا العيش اللهم صل على محمد هذا العيش يا ود وي عطني يا ود عطني وين الزعفران على فرن عطني شوية بعض العيش نعم شفتوها شفتوا أول بعض العيش شوية شوف زعفران في ذمتكم زعفران إيه عطيت العيش زعفران خلص من العيش زعفران العيش برد اللحم هذا الحين شفتوا العيش باله برد اللحم هذا طبيخنا الأولي نعم الله حار زين اوبس قاعد يعني متصف على الصف على كيف اوكي ادينا لحم والراس شفتوا الحين هذا جدر الحين بعطيت الزعفران اللحم ايه هذا اللحم خلص من اللحم الحين هذه عادة الخلطة الحمادية هذه الخلطة الحمادية عادية طوّج وعطني هذا الجدر خلص من الجدر وارجع عادة الحين إلى فوق الجدر أعطيه راحته ياخذ الجدر ياخذ الجدر الحين راح هذا هو المال اول مال تالي والمال ماضي مال حاضر هذا طبيخنا المعتاد الحين خلي العيش على هذا على هاليمر وسلامتكم وارجع لكم بعد لما يوصلون ضيوفنا هل من اخر تحيات اخوكم خالد الحري اهل عيون هلا والله بابا هذا على راحتك
تباعد الاجتماع لا تلحقيت. تعال تعال خليك سيارتك. تباعد الاجتماع. وين هذا؟ أنا طمنا. يلا ممنوع. يا عيني بدون هذا ونحن ناس قايلين له ما تطب أول بس هذا. أول البس هذا. أنا بخليك بعيد. أول بس هذا. تعال. سلام عليكم. شيخ الحاج يا ابو محمد يا ابو خيسن وعك العرب الله يحفظك مشتاقين عليك العرب ها ابو الخير الله وصلنا معناها الشتاء ابتدى بدا نعم باذن الله والاجواء الشتويه بدات بدات نعم. وبالبركه عليكم الله يحفظك يا الغالي الله يحفظك وين هذا ابو حميد الله يحييك الساعه المباركه محمد حالك شرف عليك غربر اشوفك حلويت غربر لا تقول كورونا اللي خلتنا بعيدين عن بعض ولا ما نصبر عن بعض القلوب عند بعضها القلوب عن بعضها نعم. نعم. وهاي الجذور اليوم نعم. الواحد من الشارجة اليوم قال بالخير قال تطروني ما بنطريك ما بنطريك موجود دنيا ما يرضى بنطريه المهم زين صور هذا قداك ابوي اليوم شو اليوم مسوي لي اليوم يا طويل العمر بداية الموسم قم عطني هاي ابوي الصفرة هاي تعال تعال وياي تعال وياي تعال وياي يا مسعود وين مسعود تعال تعال هذا هو سوي هذا يا مسعود افتح الله يحفظك اثنين 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 ما شاء الله هذا مال المعاريس مالك انت بسلاميتك هذا ها كله بسلاميتك حوتنا هنا الكرم الله يحفظك هذا هاي عشان الحمد لله ما صبتك باوني شوف هذا افتح الجدر غريب هذا الجدر غريب افتح يا بسم الله الرحمن الرحيم الله المستعان هي الغوزي هي الغوزي بالطريقه الاماراتيه طبخه اخوك حريه زين عطني وها طويل العمر بعد مسوي هاي بعد اكلتنا شو بعد عندنا الثاني اوه 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 كل اللحم اليوم اي نعم فوقه قبولي الله وهذا الذبايح والتيوس هذا التيوس وين جبتن مع عند اخوك هذا بس قال اقول اسمي هذا الرجال لا تقول اسمه ما قال هي ما يرضى لا ما باي باي حد يخبر ما بنقول انا ما يخصني اذا هو اللي قال ما بنقول انا ما يخصني اقول لك خبر العبدولي اذا ما يبى ما بنقول ما بنقول انا اقول بلع ما قصر طب والله عمره الله يحفظه الله يبارك فيه من كرمه ولطفه الله يحفظه ابوه كريم والاسره كلها كريمه يا سلام. والنعم ما في شك وسبعه نعم قال أول ما بتريع على طول بسم الله الرحمن الرحيم حط غداه هذا اللحم بسم الله الرحمن الرحيم عين الحسود فيها عود هذا اليوم غدا ابو حميد لان ما تلاقينا وخربت علينا الكورونا غيرها الله والحمد لله هي هي الله هي حرمتنا الكورونا من هالاشياء ان شاء الله ومن اناملك الغاويه ومن طبيخك الحلو حال محمد وعبد الله ساره وفرفكان عند امي الله يحفظهم يا رب ساره وزياره عند امي اليوم يحفظهم ويخليهم ويخليك انت لهم ان شاء الله امين تعال تعال عندك تشد تعال تعال خذ لك يلا عطني من اللاس الطويل من اللاس العود عطني الصينيه هذه يلا عطني ثانك يو بسم الله الرحمن الرحيم احنا من جبنا العيش عند الصيان يقول لك ابو حميد قال عطى الخباز خبزه ولو عب نصه ها هو العيش صور حبه العيش قال ما شاء الله ما صلي على محمد ايه هات طب خلي اوليه عاد نحن ايه قاسمين متولين على غدا ايه خلودي الله عليك طول الله عمرك يحافظ عليك انت كم ساعدني شوي والله العظيم بس انا بس يا اخي اغرب 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 لكن هذا غوديك انت اللي يروح عيال شوف هذا طال عمرك ايه من فرد ما قصه قابي ثلاث ذبايح من وايد عليه منو بياكل طب عليه الشكر ايه هذا سو دايت اشوفه ها تسوي دايت؟ إيه. انا بعد مسوي دايت. وانا امشي ابو الخير كله اكل صحي. صحيح. من يوم طحت اكل يوم المستشفى نعم. هو وصاني كل اكلي صحي. صح. شوف الرشاقه. ها ابو الخير؟ واضحه. والله العظيم ويغارون من الناس. بجد وعضعاف. نحب الضعف ما نحب المتن. نعم. هي تعال بس. يا مرحبا. شوف. شوف. يا سعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد امين شوي شوي
لا جدم دع نزل نزل ايه نزل شوي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يلا استويتكم يلا مره رقد على نعم بالعافية. شوفوا هذا طبعا على ضي اخونا اليوم الفنان القدير عبد الله ابو الخير بعد ما داع حالك بيننا وبينه الظروف. نعم لكن الحمد لله رب العالمين الظروف ولكل شيء بعد على قل كل حادث حديث ونحن اتبع الأوامر الحكومة التباعد وغيره والحمد لله رب العالمين عدت على خير. عسى الله يطول عمر سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد قال ليش شلون هم والله ما شلنا هم ولا شفنا الهم ولا تذكرنا بالهم وطاف عنا الهم والغم. عسى قيادتنا ان شاء الله دومكم امين الله يطول اعمارك ما شلنا هم امين طبعا طبعا وسارة بحمد الله قالوا نعم زين. وهذا عدل يبقى العيش اللحم يقطع نعم نعم وهذا الراس الراس بعد الله يحفظه الروم بعد اي نعم اليوم كله بناكل لحم ريش اي نعم هذا يا طويل العمر اليوم وليمته ابوه يلا سلام يا سلام نعم 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 اليد صوب ها نعم صوب. كل شيء شيء ايه مرتب اول باول يروم عليك انت نحن صوب بعد اي نعم والكبده والكبد بعد صوب الكبده الكبده بدها كبدتك نعم هذا الشيء وبالعافيه عليكم وسامحونا على الحضور وما قصرت يا راعي الشارجه ما قصرت نعم يا العبدولي ما يبغى يقول ما يبغى كيف والله انا ما اقول انت اللي تقول الله يطول عمره ويبارك فيه عمي حمدان ما قصر طبعا على الوليم طبعا وهذه طبختنا اليوم على شرف الفنان القدير عبد الله ابو خير بكرمك وطيبتك وجمعتك نحن اهم شيء عندنا جمعتكم هلا بالمتلثم الساعه المباركه اللي قصرنا فيها ما قصرنا الكورونا سويت مشكله كورونا خربت علينا نعم تفضل بنعوضها ان شاء الله تفضل لا انا رح اروح بيت يا ابو العمر شو قاعد والخوص بخوص بخوص هنا شفته شفته شوفه هذا كله خوص نخل بعدين خوص النخل يعطي طعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الخوص بطلع على الخوص بطلع الخوص شوفه خلاص طيب شو حاشين اليوم نحن؟ عمرك حاشينها شوف حشو الاول شوف عيش داخل ايه بالاول عيش ها شايب العيش وش جاي؟ هذا حشو الاول عطنا صحن يا ولد صحن سرعة هذا الحشو قرينا عليها عطني صحن ويوم قلتوا ان الحشو شو قال الحشو استوى والعيش ما مطبوخ يابس والبطاط يابس لكن اخذه في الضوء يلا بالعافيه عليكم وتفضل يا اخوي الساعه المباركه حيا الله ابو موسى يا مرحبتين يا مرحبتين تفضل هذا ابو الجنز منو هذا اللي كان كل جنز هذا المعرس المعرس هذا معرس مال ابو خزيم الله بوصل الامانه الفنان القدير عبد الله ابو الخير طبعا كل اللي قاعدين وشاهدون خالد حريه عبر هاي الشاشه الصغيره مستانسين بييتك ويبون يسمعوا منك كلمه يا ابو الفنان القدير. اول شيء حبيبي رد السلام عليكم سلام كثير اسلم عليكم واحييكم واكيد ان انا اشتقت لكم لاني المواسم كنا متعود وياكم انه يا ابو محمد دائما اشكر لكم على اهتمامكم وعلى سؤالكم وانا ابادلكم نفس المحبه ربي يحفظكم ويسلمكم مشكورين بوسه بالخيرية جميلة وتحيات اخوكم حرية بعد الفنان القدير عبد الله مخطط طبعا عزيمتك اليوم من حمدان عبدولي يا ما بدنا بعد ما بدنا الذبايح فوق بعد عصيدة بعد عصيدة الله خير الله عصيدتهم وطباخهم متميز بعد حافظ عليهم حافظ عليهم على كرمهم بيض الله فيكم حبيبي شكرا يا طالع يلا يلا هاي قصيدة العبدولية طالع طالع ايه بالزعفران ما ما شاء الله متميزين بالطبيخ يا الله ايه بالزعفران ما شاء الله متميزين طالع طالع شوف
اي هاي اذا بغيت الشيء اخذه من عند هلف هاي اي نعم الله المستعان ما قصرت يا محمدان الله يطول عمرك امين ويزيد خيركم ان شاء الله يا محمدان العبدولي دوم شوافيه مشكوره والطبيخ بعد ما يحتاج ما بنحن بنمدح الشارجه كلها تعرف طبيخ متميز يا سلام الشكر نعم. تفضل ابوي عطى عيالك انا بغرف اصيد يوم كل واحد قال عطاك شرط من شاف الحلاوه نعم قال عطني الخبز تا حلو ما في داعي بالداخل ترمس تقول بالخير نعم اسمعك تقول عيبك الشكر ماله وايد شكرها جميل لا بزايد حلاته ولا بناقص على حله اصيده جميله سكرها جميل ريحتها جميله زعفرانها جميل عطتنا حلاوه وذوق والبيت المطرشين البيت ناس جميلين يا وطيبين الشكر والحب لهم نعم كل سويت صحيح كل عدل في عدل وما يمنكم يا ام حمدان الا الشيء العدل خبر حمدان اذا ما يبون نقول اسمهم دولي ما بنقول ترى الناس بنقول من الناس بس كذي لا كل حق يعطون حقه اي نحن مو قال لا تقولون نحن قلنا شيء غاوي مسوي له يقندس انا شيء ما بنقول شيء يعني حمدان الزين يمدحونك يقول ما حد يحطي في الحلوى عظام صحيح ها الحلوى ما فيها عظام العدل عدل نعم احسنتم وشكرا احسنتم بيت العبدولي في الشارجة على ما قدمت اليوم وجبة اسمه من اللحم جزاكم الله بالخير ادور الدفوة والدفوة وين حصلت عندي وكان دافي الله هذا ابوه وتولد في وين احنا في البداير هذا الخبز والعالم خبز هذا الدبس خلق الله ما خلق وردينا الى القيماتنا ويا اني واحد عزيز وغالي علي من راس الخيمة فديته نعم صورة طلع 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 طلعته والله كل يستحي هذا بعد شو تستحي انت الكذب والله العظيم شوف هاي حقه بعدين خاصة ما بعطيه دبس انا بتعرفونه اظني بتقولون تعرفونه هو ربيع بعد من رمس والنعم في الرمس ولا الرمس والخبيصة هاي عصيد بنت العبدولي سلام ويرحمة الله عمي فضل